ولدي عاقل، ولدي ناس مليح، ولدي كي تستحق تلقاه. بنتي عاقلة حشامة متربية، أما ما نعرفش عليه كي يبدأ وحدهم ولا مع أصحاب السوق يتبدلوا كومبليتمون، يولي ما عادش تعرفه ولا ما عادش تعرفها كومبليتمون، وكاين ومش ولدي ولا بنتي. شنو السبب وشنو هو الحل؟ هذا اللي باش نتكلم عليه اليوم، وهو تتمة واستمرارية لسلسلة الحلقات اللي تكلمنا عليهم على فترة المراهقة وكيفية التعاطي معاها، وتكلمنا على سلم قياسي فيه المحبة، فيه الثقة، فيه الاحترام. اليوم نتكلم على جانب القوانين، وجانب القوانين ووضوح القوانين هذا هو اللي باش يعاونك في التحدي هذا إذا كنت تواجه فيه. في تفسير السلوك كانت الدراسات العلمية تركز على جانب الاختيار، يقول لك أنه سلوك شخص اختيار، يختار بطريقة عقلانية. ولكن مؤخرا خاصة مع تطور النوروساينس والنوروسايكولوجي تبين أنه شنو، تبين أنه 1% فقط من قراراتنا هي قرارات عقلانية، و 99% هي قرارات شرطية مرتبطة بجانب اللاوعي في الإنسان. إيش معناه؟ معناه بكل بساطة كل واحد فينا عنده وجهين بما فيهم ولدك. إيش معنى عنده وجهين؟ عنده الوجه الظاهر اللي تشوفه عليه واللي يكلمك به وقت اللي هو يبدأ مرتاح البال وفي رزانة وفي راحة من عقله، هذيك الوجه الواعي اللي قابلك به واللي أنت تشكر فيه وتقول ولدي كذا وكذا. ولكن أيضا عنده وجه آخر، هو وجه الباطن اللاواعي اللي يمكن أنت ماكش قاعدة تشوفيه، ولا هو يظهر أمام المثيرات كي تخشش يظهر الوجه هذا، كي يبدأ تحت الضغط النفساني يظهر الوجه هذا، كي يبدأ في لحظة ضعف يظهر الوجه هذا، كي يبدأ أمام مثيرات غريزية يظهر الوجه هذا. وهذا هو اللي ما تعرفوش أنت عليه، وهذا هو اللي قاعد يشكل لك تحدي حقيقي في تربيتك لولدك. كيف يبنى هذا الوجه الثاني، هذا الجانب اللاواعي في أبنائنا؟ هو وليد العادات السلوكية، هو وليد التجارب التي يمر بها أبنائنا ونتائج تلك التجارب. إيش معناه؟ معناه كي يمر بتجربة ويشوفها هو في لوعي إيجابية، بمعنى أنه حققت له رغبة معينة ومتعة معينة، النتيجة ارتبطت بهرمونات السعادة، فبالتالي يصبح السلوك هذا إيجابي. كي يقعد يتفرج في الفيديو جيمز ويحس بالسعادة يصبح هذا سلوك إيجابي. كي يمشي مع أصحاب السوق ويقدروه ويحترموه ويعطيوه اللي يحب عليه من رغبات واحترام وتقدير وغيره، هذا تصبح بيئة تشكل مثير إيجابي يمشي لها ولدك. يبعد عن الأشياء السلبية اللي ارتبطت بهرمونات المقابلة اللي فيها حزن، فيها انكماش، إذا هذه يبعد عليها. مثلا كي تحطه في بيئة، حتى مثلا في القراية، تقول علاش مش قاعد يقدم في قرايته، إذا مش قاعد يقدم في قرايته يمكن البيئة هذه ارتبطت بانعكاسات سلبية في ذهنه، هو أنه مش قاعد يلاقي روحه، مش متميز، مش يحترمه فيه، مش يحقق في ذاته في القراية، بالتالي يبعد من البيئة هذه ويمشي للبيئة الأخرى. إذا فهمت علاش أن ولدك عنده وجهين، عنده وجه طيب اللي تحب تشوفه عليه الطموح المتربي غيره، وعنده وجه آخر اللي هو مظلم وداكن واللي هو مرتبط باللاوعي واللي هو مرتبط بتجربته في الحياة. إذن كيفاش نبدل العادات السلوكية هذه؟ العملية بسيطة جدا، المبدأ سهل، المبدأ نقولها مرة أخرى، المبدأ سهل لكن تطبيقه يحتاج وقت، لأنه العادات والسلوكيات اللي تتكرر تحتاج مدة، هي تتكرر بالوقت، فحتى تغيرها تحتاج ايضا انه البعض من الوقت والصبر، ونتكون واعي بالاشياء اللي تقوم بها. اذا المبدا سهل، نعطيكم المبدا، ولكن تطبيقه مثل ما قلت يتطلب وقت وصبر وعزيمة. اذا المبدا هو انه السلوكيات اللي هو ماشيلها ويعمل فيها واللي مرتبطه عنده بجانب متعه، لابد ان نغير معناها من جانب فيه ايجابي فيه متعه الى سلوكيات مرتبطة بمعنى آخر سلبي، وتنقل لكم كيفاش. والسلوكيات اللي بالنسبة لي هي مرتبطة بمعنى سلبي بنتائج سلبية في ذهنه، عدم تقدير واحترام وغيره وتعب ومشاق وغيره، ونغير لها المعنى إلى شيء إيجابي. إذا نجحنا في هذا شوية شوية ولدك يتغير سلوكه، تتغير ردة فعله الشرطية اللاواعية أمام
ذلك المثير الشرطي اللي كان عنده معنى إيجابي يولي عنده معنى سلبي، واللي كان عنده معنى سلبي يولي عنده معنى إيجابي، وبالتالي ينتقل تدريجيا شوية شوية للسلوك الآخر. كيفاش؟ نعطيك مثال. مثلا ولدك تشوفيه يعني في سلوك مش عاجبك، تشوفيه مثلا منعش، نعطي مثال، تشوفيه انه يخرج برشا مع جماعة ما تحبوش يخرج معه ويستمتع معناه، هو علاش يعمل كده؟ لانه في الامر هذا فيه متعه بالنسبه لي، فيه لذة في اللاوعي فبالتالي يقوم به. اذا هذا السلوك صعبه له، خليه صعب بالقوانين. شفت لماذا نتكلم احنا على الموضوع هذا اليوم في حلقه القوانين؟ لانه القوانين هي اللي تخلي الشيء سهل ولا صعب. اعطي جمله من القوانين: ما تعمل هكا ما تخرج الا ما تعمل هكا وهكا وهكا، ومن بعد كي تجي عندك هكا وهكا، وتربط هذه القوانين بتلك الوضعيه. بالتالي هو شويه شويه يشوف انه العمليه صعبه وانه فيها مجهود، وانه جانب المتعه اللي فيها تنح بالحاجات القوانين اللي توجدت هذه، واللي انت سامحوني في الكلمه مرجتوا بيهم القوانين هذو، حددت له من جمله من الجوانب، بالتالي يولي السلوك هذا ماهوش سهل. عملت له ما يسمى بالانجليزيه فريكشنز، وفي كتاب معروف جدا يتكلم في الموضوع هذا، Bad Habits Good Habits، يتكلم على فكرة كيف انك تضع بينه وبين اي سلوك جملة من المعيقات حتى تخلي الانسان شوية شوية تلقائيا هو بيدو يمل ويبعد للسلوك الاخر. اذا فهمنا النقطة الاولى، انه على مستوى الاشياء اللي السلوكيات ما تحبوش يعملها، حط جملة من القوانين واضحة انه تجعل هذه السلوكيات مش سهلة وصعبة، واذا قام بهم هناك انعكاسات سلبيه، بالتالي يولي هو بيدو يوزنها بينه وبين روحه في اللاوعي ويقول له حالي. اذا صعبه العمليه. بالنسبه للسلوكيات اللي تحبوا يعملهم العكس، اذا حط قوانين تشجيعيه تحفيزيه تخلي انه وقت يقوم بالعمليات هذه بالسلوكيات هذه يستمتع، لانه وفرت له اشياء ايجابيه. مثلا باش نعملوا كذا كذا، نخرجوا نمشيوا ونتلقاوا مع جماعه، اذا نوفر لك بيئه ملائمه ترغبوا، اذا يولي يشوف العمليه سهله مش صعيبه، وحتى انعكاساتها ونتائجها اذا قام بها اذا تكون فيها مكافاه وتكون فيها اشياء ايجابيه. مكافاه يمكن تكون نفسيه على مستوى التحفيز النفسي والشكر والثناء، ويمكن تكون فيها مكافاه ايضا من نوع اخر، سفر انت اعلم واحد بولدك وتعرف شنو الحاجات اللي يحبهم والحاجات اللي ما يحبهمش، يمكن ترجع لذاكرتك معاه لفتره الطفوله اللي شفته كيفاش كان يميل الأشياء وتوى تركها عليش خاطر ولا يلقى في اللذة في أشياء أخرى، لكنه في قناعة نفسه يمكن يحب الأشياء هذه تخدم عليها وترجع حاله شوية شوية ويلقى اللذة فيها من جديد، واللي يبتعد عن تلك السلوكيات السلبية إلى تلك السلوكيات إيجابية. إذن القوة في شنو؟ القوة في وضع قوانين واضحة، والقوانين هذه تتبع بشكل مستمر، مش مرة نعملها ومرة ما نعملهاش، تكون واضحة وانعكاساتها واضحة. إذا ما عملناهاش شنو انعكاساتها؟ ما نجمش نعطيك جملة من القوانين اللي كل واحد أعلم بوضعيته، وأعلم بالسلوكيات اللي يحبها والسلوكيات اللي ما يحبهاش، وأعلم بولده شنو اللي يحب وشنو اللي ما يحبش، شنو العقوبة اللي تمشي معاه والعقوبة اللي ما تمشيش معاه، وشنو الحاجة المكافأة اللي تفرحه والمكافأة اللي ما تفرحوش. أنا الآن نعطي فيكم في مبادئ عامة، لكن تطبيقها مرتبط بخصوصية وضعيتك. إذا قبل ما ننهي الحلقة نحب ننبه لشيء، إنه القوانين السلوكية داخل المنزل مهمة ومهمة للغاية، لكن لابد أن نحذر من شيئين: غياب تلك القوانين بالتالي يولد فراغ ويولد ضبابية ويولد سلوكيات عشوائية وعدم قدرة على مراقبة تلك السلوكيات وحسن التعاطي معها، وأيضا المغالاة في القوانين تولد برود في العلاقة، فقدان للاحترام والثقة والمحبة، وتصبح العلاقة جاف. كل ما يسمع كلمة قوانين هذه نفسانيا في لوعيه يحس بالقهر ويحس بالظلم وغيره. لا بالعكس، لابد أن نختار تلك القوانين، وأيضا أن نحسن تفسير أسباب تلك القوانين لأبنائنا من خلال ربط العلاقة المحبة والثقة والاحترام اللي تكلمنا عليها في الحلقات الماضية. إذن لا إفراط ولا تفريط. إذن بهذا نصل إلى نهاية لقائنا اليوم، لكم مني كل تحية، وألتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.